حصن عسكري مصري حيوي خلى مصر مش بس قادرة تسيطر على البحر والبر، لا دخل لها كمان تحط حد للجميع في المنطقة دي. تعالوا نعرف ايه حكاية قاعدة برنيس في 5 بالعربي. من الحاجات اللي ما ينفعش حد ينكرها انه خلال مدة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر على مدار 10 سنين شهدت القوات المسلحة طفرة كبيرة من كل اتجاهات، وواحدة من اوجه الطفرة دي كان انشاء قاعدة عسكرية كبيرة علشان تأمن حدود مصر في مختلف الاتجاهات، زي قاعدة محمد نجيب العسكرية في شمال غرب مصر وقاعدة برنيس في جنوبها الشرقي. قاعدة برنيس العسكرية تعتبر انجاز كبير اضيف لانجازات القوات المسلحة المصرية. تم انشاء القاعدة دي في وقت لا يتعدى السنة، تتواجد على سواحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، بتصل مساحتها ل 150 ألف فدان، بتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية، مستشفى عسكري، وعدد من الوحدات القتالية والإدارية، وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، مطار برنيس الدولي، ومحطة لتحلية مياه البحر. كمان بتضم القاعدة رصيف تجاري ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات. تمثل الهدف الاستراتيجي لإنشاء القاعدة دي في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وكمان حماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، بجانب تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر لحد قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بيها. كمان مثلت القاعدة دي ضربة كبيرة لأطماع الدول الكبيرة اللي عرضت وحاولت تنشئ قواعد ليها ومناطق نفوذ في المنطقة، على اعتبار إن اللي بيسيطر على المنطقة دي بيقدر يكشف البحر الأحمر، وممكن كمان يتحكم في حركة الملاحة الدولية اللي بتمر من قناة السويس. الدكتور أحمد عز الدين الخبير في الشؤون الاستراتيجية أكد أهمية قاعدة برنيس دي لأنها في منطقة تعتبر نقطة استراتيجية مهمة تتوافر فيها مقومات واحتياجات الجيوش للقيام بأعباء ومهام التفوق العسكري والاستراتيجي. أكد عز الدين إن المنطقة متلازمة مع أهمية مضيق هرمز ومع أهمية الخليج العربي على خريطة الاستراتيجيات العالمية، لأنها تعتبر سهل ساحلي ضيق وسط سلاسل جبال البحر الأحمر، بيمنح تفوق استراتيجي للي بيتحصن ويرتكز فيها. كمان كانت منطقة برنيس دي أول مكان مصري ينزل فيه الزعيم السوفيتي الراحل خروتشوف لما كان بيقوم بزيارة لمصر وقت افتتاح السد العالي سنة 1970، فكان الميناء ده هو أنسب مكان لنزوله من المركب اللي جه بيه مصر علشان يزور مشروع السد في أسوان من ناحيتها. وبعد ما عملت حساباتها العلمية شافت واشنطن أهمية المنطقة دي استراتيجياً، علشان كده تفاوضت مع مصر في عهد الرؤساء الراحلين أنور السادات وحسني مبارك لبناء قاعدة عسكرية أمريكية فيها، وده لأن الحسابات اللي أجراها البنتاغون أكد إن مكان القاعدة هو الأقرب من القواعد الأمريكية في العالم. لكن في النهاية أجهض الرئيس عبد الفتاح السيسي كل الأطماع والأحلام الدولية دي بعد ما افتتح القاعدة دي اللي أمنت نفوذ وسيطرة مصر في المنطقة والعالم.